إذا للوقوف عند نفوذ إيران في العراق وسيناريوهات حل الخلاف بين ما يسمى بالبيت الشيعي كما يراه تقرير موقع خدمة المخابرات الجيوسياسية، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية عبد الوهاب القصاب. أستاذ عبد الوهاب، مرحبا بكم. يعني بحسب هذا التقرير الذي أصدره موقع خدمة المخابرات الجيوسياسية، يقول التقرير أن إيران تملك نفوذا كبيرا في العراق وأيضا تحاول تعزيز هذا النفوذ عبر التدخل العدواني كما وصفه التقرير. أستاذ عبد الوهاب، هل أسلوب إيران في إدارة المشهد في العراق نجح خلال تلك السنوات الماضية؟ وعليكم السلام، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. يعني لا يختلف اثنان أن لإيران نفوذا كبيرا في العراق في واقع الحال، والنفوذ هذا حقيقة ترسخ على يد الهالك قاسم سليماني، وبدأ بعد رحيل سليماني أن يعني القبضة لم تعد كما كانت في زمنه، ذلك لأنه يعني صرف زمنا طويلا حقيقة منذ ما قبل الاحتلال في الهيمنة على الميليشيات الشيعية العراقية الموجودة في إيران، ثم الهيمنة عليها بعد أن دخلت. ويبدو أنه كان مواربا أثناء مفاوضات لندن التي هؤلاء الذين يحكمون الآن صفقة الاحتلال، وأن هنالك يعني تخادم وصفقة عقدت بين واشنطن وإيران لأن تترك الساحة الداخلية العراقية لإيران لتلعب بها كما تشاء، وأن تستحوذ الولايات المتحدة على الخيارات الاستراتيجية للعراق، وهو حقيقة ما نراه جاريا الآن. يعني لعل من الأمثلة عليه أن رئيس الوزراء سيحضر اجتماعات، على الأغلب اجتماعات 15 تموز في جدة مع رئيس بايدن والشركاء الآخرين. القبضة الإيرانية تراخت نتيجة عدم كفاءة الذي خلف سليماني. يعني قاآني صرف جهدا كبيرا لأجل أن يحاول أن يفرض سيطرة إيران على ما يسمى بالبيت الشيعي، ولكنه يعني فشل إلى حد كبير، بدليل أن خط مقتدى الصدر مع كل التحفظات التي يمكن أن يعني تثار حوله انشق عن الإجماع الآخر الذي تؤيده الميليشيات. سبب هذا يعني قلقا كبيرا لإيران، خصوصا بعد أن هزمت الأحزاب المؤيدة لإيران وميليشياتها في ما يسمى بانتخابات البرلمان. طيب أستاذ عبد الوهاب، في هذا الإطار، في إطار أن مقتدى الصدر انسحب من البرلمان عن طريق أعضائه، طبعا تعرفون منذ ظهور النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية ما يسمى بالبيت الشيعي يعاني انقساما كبيرا، ولكن هل ترى أن إيران استطاعت أن تحل الأزمة بين المكونات الموالية لها أستاذ عبد الوهاب؟ لا أظن أنها استطاعت، ولا أظن أن هذه المشكلة انتهت. والمراتب حقيقة يعني الخلافات داخل التكتلات الشيعية موجودة دائما، هم يتوحدون عندما يستهدفون، لكنهم فيما بينهم متشرذمون ومتنافسون. يعني أنا بإمكاني أن آتي بعشرات الأمثلة على مثل هذا التشرذم، والموجود حاليا حتى في إطار ما يسمى بالإطار التنسيقي الذي يحتوي على كل تقريبا التكتلات الشيعية الموالية لإيران وميليشياتها، مليئة بالانقسامات فيما بينها والتنافس، وتعاني أيضا يعاني هذا الإطار التنسيقي بالحقيقة من فرض نوري المالكي نفسه مهيمنا على يعني على هذا الإطار التنسيقي، مع كل ما يحمله تاريخ نوري المالكي من مآسي ومشاكل ودور كبير في تفتيت المجتمع العراقي. لا ننسى أنه هو من قال مقولة معسكر يزيد ومعسكر الحسين في حينه في 2013. أستاذ عبد الوهاب، فيما يخص القضاء في العراق ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، تعتقد أن تغلغل نفوذ إيران وصل إلى القضاء في العراق وبالتالي هي استخدمته، أي المقصود بها إيران، في ترتيب ملفات سياسية تخدم مصالحها أستاذ عبد الوهاب؟ النفوذ الإيراني كان موجودا في القضاء منذ اللحظة الأولى التي تشكلت فيها المحكمة العليا. نعم.
ما هي يعني دعونا نراجع يعني ما هي القرارات التي اتخذت. تراها جميعها اتخذت لأجل أن تسند يعني كتلة أنصار إيران في ما يسمى بالبرلمان. يعني قضية 2010 و يعني سحب الأحقية الدستورية من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أياد علاوي واضحة للعيان، فرض نوري المالكي على المسرح يعني واضح للعيان. ثم بعد ذلك تشبث حزب الدعوة، ودائما ترى أن هيئة القضاء يعني سواء كان المحمود والآن زيدان يتراكضون لكي يؤيدوا. واحدة من المآخذ التي أخذت عليهم هو موضوع الثلث المعطل. يعني نعم. يعني هذه كارثة يتحمل فائق زيدان شخصية مسؤوليتها، لأنه أوقع البلد في أزمة دستورية أشعر بأن لا فكاك منها. فأبداً يعني فائق زيدان رجل منحاز إلى جانب الأجندة الإيرانية، ولربما مثل ما وصف تقريركم أنه عضو في ما يسمى بميليشيات حزب حسن نصر الله في لبنان. طيب أستاذ عبد الوهاب، بنظرة استشرافية، هل تتوقع أن يعود نوري المالكي للواجهة، وبالتالي سيكون هناك حل لمعضلة تفتت ما يسمى بالبيت الشيعي؟ تعتقد ذلك؟ يعني إصرار نوري المالكي على أن يلعب دوراً سيفتت هذا الإطار التنسيقي الموجود حالياً. سيفتته أكثر. ويعني سمعنا أيضاً في تقريركم إلى تهديد كتلة بدر، يعني حوالي 16 بالالتحاق بالصدريين، وإذا ما استقالوا سيؤذون حتى الوجود الشيعي في البرلمان. نوري المالكي شخص الإيغو، يعني حب الذات، ولديه يعني يتفوق على اي شيء اخر. فلذلك هو سحق العراق. يعني عندما ومقتدى الصدر واتباعه سيكتفون بالتفرج على عوده نوري المالكي لسده يعني رئيس. هذه هي المشكله. ولذلك انا اقول انها يعني تكاد تكون ملهاة سياسيه وليس عمليه سياسيه. يعني عندما قرر مقتدى الصدر ان يسحب ممثليه من البرلمان، كان يظن بانه يعني يعقب ذلك بإجراءات معينة في الشارع تفرض عملية إعادة الانتخاب، لكن لا شيء موجود حتى الآن، وهذا الذي أتى بالخاسرين والمهزومين جعلهم منتصرين الآن، وهذه يعني حقيقة كارثة. وأظن لو كانت هنالك محكمة دستورية محقة لأفتت بحل البرلمان بعدم صلاحيته لعدم تمثيله للناس. قيس الخزعلي عنده مقعد أو مقعدين، انظر كم ورث من مقتدى الصدر، كذلك المالكي، كذلك العامري، كذلك حيدر العبادي، كلهم. سيضغط مقتدى الصدر عن طريق الشارع، تعتقد ذلك أستاذ عبد الوهاب؟ لو تعيد السؤال. هل سيضغط مقتدى الصدر في حال اختاروا نور المالكي، هل سيضغط عن طريق الشارع؟ لربما سيضغط عن طريق يعني الناس القريبين إليه في هذا الإطار التنسيقي. وأعتقد أن لو طرح اسم نوري المالكي للترشيح وجرى تصويت، لن يأخذ أصوات تكفي لكي يرشح، لأن الجميع الآخرين حقيقة فيما عدا هو نفسه يعني والكتلة مالته، الآخرين ضده. فأظن أن مقتدى الصدر سيضغط كثيرا من داخل الإطار التنسيقي، لأن له نفوذ وله أصدقاء وله امتدادات. وفيما إذا كان سيذهب إلى الشارع، أنا حقيقة هنا أضع علامة استفهام، لأن الشارع كان بيده الآن لو أراد أن يفعل شيئا قبل أن تصل تتفاقم الأمور إلى هذا الحد. ولذلك أرى أنه اختار الانسحاب نتيجة تهديد إيراني واضح وجه إليه. عبر سكايب من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية عبد الوهاب القصاب، شكرا جزيلا لكم.